عمر، انا جاي لك في حاجه مهمه. في انو حاجه في القضيه يعني؟ في انو الكلمه ما تقلقنيش. هو انا ما كانش نفسي انا اللي اقولك كده، بس هو انت عارف فصيلة دم يوسف؟ ليه؟ هيكون اتنقلوا دم غلط؟ يوسف حصل له حاجة؟ لا صح؟ لا والله وحياة ربنا لا. بس لما كنا في المستشفى ونزف زي ما قلت لك، فاضطروا ان هم يشوفوا فصيلة دم. فصيلة دم ايه؟ وانت فصيلة دمك بيه، وفريدة فصيلة دمها او. انا اسفة يا عمر. ما ينفعش. تحليل غلط. التحليل غلط أكيد. يوسف ابني؟ يعني يوسف مش ابني؟ ابن مين؟ شفتي أختك بتعمل فيا إيه؟ ده أنا لو متجوز واحدة من الشارع مش هتعمل فيا كده. عمر، أنا مش هدافع عنها. تدافعي عن مين؟ تدافعي عن مين؟ ربنا ينتقم منك يا فريدة. ربنا يتقي منك يا فريدة. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. ممكن تهدى؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اسمي ايه؟ انا عارفة ان هي حاجة تخض. تخض فعلا؟ تقهر، توجع، سميها زي ما تسميها. بس ممكن كمان تفكر بطريقة ان الموضوع ده ممكن يفيدك في القضية. إن في حد تاني كان مع فريدة، وأبو يوسف ممكن يكون هو اللي قتلها. قضية إيه؟ قضية إيه يا ابني؟ ابني؟ أنت عايزة نقبل إن ابني مش ابني عشان القضية؟ أنت عايزة تقفي في المحكمة وتقولي لهم إن يوسف مش ابني عشان تطلعيني بره؟ مش عايز أعيش. مش عايز يوسف يعرف إنه مش ابني يا نور. لا. لا، هو ذنبه ايه يا حبيبي؟ هو ذنبه ايه؟ أنا مش عايز يوسف يعرف إن هو مش ابني. هو ماله؟ هو ماله حبيبي؟ هو مالوش ذنب؟ ابعدي عن القرف ده خالص. ابعدي خالص عن القرف ده. إياكي يا نور، إياكي تنطقي في المحكمة. إياكي لو هيعدموا وحياتي عني. أوعي تقولي كده، أنا مش عامل فيه كده. أنا مش هعمل فيه كده يا عمر. حتى لو هو مش ابني أنا مش هعمل فيه كده. طب خلاص. مش هعمل فيه كده. طب خلاص خلاص والنبي خلاص. أنا آسف.